ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي خطير. حريق بمستشفى الأمراض العقلية والقضية فيها الموت. لقي 3 نزلاء بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بحيبان مكادة بطنجة صباح اليوم الأربعاء مصرعهم إثر اندلاع حريق مهول تسبب في خسائر كبرى بغرفة مبيت النزلاء. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فيرجح أن يكون الحريق قد اندلع بسبب إقدام أحد النزلاء المستشفى على إضرام النار بسريره قبل انتقال ألسنة النيران إلى باقي أسرة النزلاء الآخرين الذين توفي منهم حتى حدود الساعة 3 نزلاء، فيما أصيب نزيلان بجروح خطيرة. وأكدت نفس المصادر أن باقي الجرحى والمصابين قد نقلوا عبر سيارات إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة. هذا وهرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث عقب علمها باندلاع الحريق الذي فتحت بشأنه مصالح الشرطة القضائية تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حدوثه داخل مكان مبيت النزلاء الذين يتلقون العلاجات اللازمة بالمستشفى. الطب النفسي، إذا العدد الحالي ديال الضحايا هم 3 ديال الضحايا اللي توفاو اندلع حريق، تحرقوا بوبريين، تفحموا، ماتوا 3 وواحد حالته خطيرة جدا تم نقل ديالو بوجه السرعة للمستعجلات في انتظار أننا نعرفوا الوضع الصحي ديالو أكثر. الوقاية المدنية الداخل كما كتشوفوا مازال كتحاول أنها تسيطر شوية على الحريق وتشوف واش مازال شي ضحايا آخرين أكثر. إذا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله.